السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حابب أهديكم في مدير مزرعتي، هي مزرعتي هنا تشوفونها، شفت إن هي في مباني، في أسعار أقدر أرد أستعملها، يعني لازم أنتبه هنا، في أشياء جميلة شفتها، كان لها انتقادات ضخمة أنا ما كنت متخيلها. إنزين، الحين كان عندنا مشكلة إني أنا صرفت الفلوس كلها تقريبا آخر مرة، لأني ما كنت أعرف صراحة أسوي ألعب اللعبة، وما عرفت وش السالفة. لكن الحين نعرف وش السالفة. عندي مواد، عندي موارد، عندي فلوس مالي. يلا العمال يجون ياخذون سيارات، صار عندي سيارات أكثر من عندي واحد، عندي ثمانية وعندي 10 سيارات. ما أتصور كلهم يحتاجون سيارات في نفس الوقت. عندي زراعة الحين معيشة فيها من إني أبيع منتجات الحين خام. يعني شوفوا 15 ألف. أنا شو بسوي؟ أنا يمكن أتم على نفس النظام الحين. خلينا نشوف فود كواليتي. إحنا اشترينا هاي قمح وهذا وفي، لا صح؟ خلينا نروح الماركت ناخذ بي. زين ناخذ 10,000 نقدر؟ نقدر. بي نبويت. نبويت بعد 10,000. هذا 10,000 15,000. ونبى اسمه هذا يا اخي، يا الله اسامي الاشياء هني. روبس محاصيل. زين والني هني الحين خسرت انا وايد فلوس، بس مقابل شو؟ ونبى قراص الحين اللي موجود. ما نحتاج قراص خلاص، عندنا اشياء رفعت الكواليتي فول. يوم نرفع الكواليتي ترى الناس تتطور. الحين مثلا عندنا هذا، خلنا ندربه، لان هايل ياثرون في انتاجي دايركت، وكل ما انا اطورهم قاعد اطور انتاجي. بس في اشياء ثانيه انا ما حسبت حسابها، يعني مثلا الميزانيه، وعندي شيء ثاني اللي هو الكورسات. انا للحين وين كورس؟ هني كان الكورسات. انا للحين ما اعطيت اي حد اي كورس. برودكشن مانجمنت انكريز ريت اوف برودكشن باي 10% 90 يوم. زين يوزر نيوبل انرجي سورس، هذا اقدر استعمل شغلات متجدده اظن منها الطاحونه. وير هاوس مانجمنت يزيد سعه الهايل كذا، وكل وحده لها، بس ما اعرف هذا حقي انا ولا حقهم هم. ترين حقي انا، فلازم نبدا نسوي تريننج. الحين اقدر ازيد الانتاج مالي 10%. فالحين اظني لازم ابدا شو اسوي؟ اهتم ب مثل ما تقول سيرفايفل او نجاتي حاليا. زين اخبار هذا قبل مرتفع. اي شيء تقر ما ابيع القاعدة العامة الحالية الحين هاي، لان ابغى استعملها. اوكي 22,000. الحين انا احاول اني في هذا الوقت ازيد الانتاجية، بس ازيد انتاجية اي هني، وببيع عندي منتجات. ها سعرها طالع نازل، البيض الحليب نازل 1000، ما ببيع الحين. زين فاللي بسوي ابغى ازيد الشيب فارم. تبدو على فكرة ممتازة، لان عندي اكلهم واقدر اجيب لهم عمال، وعندي بيت اقدر اسكن فيه عمال ثانيين زيادة، كل واحد فيهم ياخذ عمل. بيكون عندي 10 أماكن و10 سيارات، معناه بيكون من الممتاز اني احطي صبر. اتم ناس كم هارفستين مسكر. اوكي انا احنا نزرع بلوت بلاستيكيه، ما يفرق فرق الفعلي الوقت ويانا. يعني زين سمول، هذا مول شد. حلو شد وليس شد، فعيب عليكم ان فكرتم هكذا. زين هني الحين ما اعرف اذا اقدر اشتري خرفان، الخرفان غالي الصراحه. زين بروم ليش؟ لان بيجي هني بسوي قريب نازل، ما بيجي هذا ضارب سماء، هذا نفس فاين عادي 11. زين وبيجيب هني بشتري خرفان، و I will hire a new guy، موظف واحد شغلته حيوانات. ميسي ولا ديلن؟ لا ميسي شكلها اوكي، عندها قوة تحمل بعد تقدر تشتغل اكثر. ديسي انزين، وبنعطي الشغلات اللي عندنا خلت تروح دي،
ابو بنشتري ب 35 الف 350 الحبة 3500 توتر يعني مش سيء والله تصدقون. وني عند هذا ما عندنا حد مختص في الحيوانات بنوظف حد جديد مختص في الحيوانات أوليفر جيدن بلانتس أنيمالز نفس الشيء أنيمالز عادي عندك خل ناخذك أنت وجيد اشتغل هني دايركت تو باي على طول خرفان وعلى طول يجيب لهم الأكل و 3500 وخرفان الحين خرفان متجول نشو قليل وصوف فأنا يوم بيجي بسوي أبغى أسوي مصانع قريب حلو اللي هو البرودكشن الحين لازم أحول أنا شو قاعد أنتج أساس ما عندهم نجم شديد بروديوس إجبان بس ما يقول لي شو يستهلك بس أنا أعرف إن عندي حليب فالحليب ممكن أمتنع عن بيعه يعني مثلا الحين أنا إيه حليب كيف وضعه سوري سل هني نشوف الحليب نازل يا حبيبي هذا يدخلنا فلوس راسبري كل فترة يومية راسبري يدخلنا كمية فلوس بيض بعد جيد دائما سعره صوف السماء قلنا نبيع ب 19000 زين الحين هذيل كلهم عندهم برودكتيفيتي مليون بس المينر شو وضعه المينر وايد النفر هذا يبغانا نخلص منه في الفترة زين الحين اللي انا ابغى اسوي ابغى شيء فلوس اساس ابني واحد من هاي بس كم يبالي ملك بروسيسنج ابغى شيء رخيص 380000 فاضي 340000 كل المصانع غالية 750000 حق الاكل هذا معناه الخيار والله مولع اقدر اسوي مزارع حق قمح ويجيب 5 موظفين زيادة زين انا متاكد ان ادارتي حاليا غلط باللعبه لاني قاعد اكتشف وايد اشياء بس محتاج الحين مصنع حليب ينتج لي اجبان لان لو انتجت انا جبن راح اسوي وايد بس 350 الف نستعجلهم في اللعبه هاي مش سهل بس اللي نقدر نسوي ان هاي كلهم مزروعين صح اني على البنا بحطي بيت بلاستيكي هاي كلهم راح ينتجون خيار ولا خمر منها يا ما بدي أفهم أنا المشكلة خمر كثير وربي بس بيكون أرخص اللي بسويه هذا أنا أشوف ربحه عالي وايد عالي زين هو وعندكم اثنين من هذا بايو زين وبحطي هذا رازبري رازبري بعد ياسم بعض بسعار حلوة أول البيع أخي تبعي ولا أيوة يزرعون هاي نظريا عندي موظفين حلو هذا باقي 7-3 يوم على الكورس ويزيد عندي إنتاجية 10% 10% هاي ترى مبلغ ترى مبلغ المشكلة الحين الشهر اللي يخلص لازم أمشي رواتب شو ممكن يتوهق لا الرواتب عادي مو متوهق فيها ليش عندي انا اشياء ابيعها صح حليب جالس يرتفع الحين اسوي خلنا نجمع شوي هذا مرتفع حلو هذا مرتفع حلو انا اقدر نبيعهم الحين 13 الحليب انتظر عليه شوي افضل لان الحين حرام ممكن يبقى اضعاف سعره تقولوا سوق اسهم انا هذا صراحه الحلو فيه الحليب هذا يقول سوق اسهم شوفوا يعني الحين كم واصل ويتم يرتفع أظن لين يوصل 11 إذا وصل 11 كم يفرق وياي 11 في يعني الدولار يفرق 1000-1500-1800 في البيع معناه يفرق مبلغ طيب بيفرق ريد شو ما في شيء للتريد صح؟ اني ابادله مع شيء ثاني هاي ايش اخبارهم؟ بيشتغلون ما عليه بس لازم ابدأ صدق اطلع فلوس يعني
صراحة موضوع الحيوانات جميل، بس ديكوريشن في اللعبة قليل، يعني بيكون في بس ديكور أكبر من أرتاح. الحين كل اللي نكريه خلنا نسرع اللعبة، كل اللي نكريه مش هير، لا سوري ماركت نكريه هذا شوي يرتفع بينزل رايح 24,000 خلنا نبيع سعره شكل جديد. أما الحليب 3,000 شكل جديد، الحليب بطارية يرتفع شوي مع أنه في احتمال يرجع ينزل ترى بعد مش نعرف. خلنا نشوف ما عليه، حاليا بنحتاج شوي فلوس. اللي بعد نبيع نقدر السماد، السماد وايد قاعد نبيع، نبيع 9,000. خلي دائما 1,000 حق دخانة، حطي هذا هذا جهاز 13,000. سعره ثابت طول الموسم. البيض والله مرتفع حلو، بيض ارتفاع طيب. شفتوني وصلت من هنا بنتكلم عن بيض وهالسوالف. نبيع 100,000 ايزي، 100,000 مع هايل ايزي. والله عندي مكان حق كم عامل؟ حق 3 عمال. اقدر ابني، ما اني ببني حق مع حليب، ممكن نسوي شيء كذي. هذا الورنمز اي شيء في اللعبه يخبرنا زين. الحين كيف نشتري قطعه جديده اذا بغير مثلا مرحله من المراحل نشتري ارض؟ ما يبال استكشاف صح؟ ناقصنا عمال، شو ناقصنا شيء ثاني هذا؟ نفس كار هلا نوظف العمال اللي عندنا. ما في حد ولا واحد بلانتن. بلانتس بيض بيض، بس نقدر هذا نبني بهذا بلانتس، نوظف 2 زيادة حق البيض، لأن صراحة الهاي اللي يدخلون فلوس، والرازبري والهاي يدخلون فلوس، يستاهلون الموظفين. خلنا نسوي هاير بلانتس، عندنا 1 بلانتس، خلنا ندربه صراحة يستاهلون تدريب. قاعد يدخلون علينا، يعني هاي دخلنا 80,000 كل 50 يوم، كل شهر ونص دخلنا 80,000، 50,000 ل 80,000. هذه العلامة ما أعرف. بري ما عندهم، مفروض كانوا يشترون. هذا نت نفسه، بس هذا أنا مش فاهم. كذا يدخلون فلوس، فبالتالي الحين اللي بنسويه بنركز على مصنع الحليب. اخبار الكبج 3,000، هاي 6,000 حلوين، 15,000 هذا سعر جيد، 9,000 شيء. بيض 21,000 هذا بلاك بلانت اورجانيك، هذا 6,000 حلو. الحليب 64,000 يا حبيب، باللتر يحسب ترى مش بالحبة، من شي غالي والله. هاي الحين يعطيني فكرة اني احط بعد حليب، بس السالفة انه قاعد نشتري نحن الويت وهذا كله قاعد نشتري ترى، كله قاعد نشتري. ايش الدرس لو اقدر ادق بس كلك، يعني كنت تعرفون على شيء كان وايد حلو صراحة. ويت عندي وايد، ها عندي وايد، مساحة عندي وايد، اقدر اشتري بعد. ها شو سويا، اقدر اي ماركت اشتري سويا 10,000 الا 10,000 سويا. الحين عنا كم اشتريت انا؟ اوف 100,000 بكم؟ والله ما ادري، رقم كبير.
15 شو شفت ايوه فهمت لازم نشتري سورج من المدرسة اللي هو هذا بعد 10,000 15,000 بعد نشتري في عندنا مكان نقدر نشتري كورن وشو انا في الورق اللي هو ذرة بعد 10,000 حبة انا في الورق 10,000 حبة اوف 70,000 انا دفعت توا ما عندي 75,000 اصلا غالي والله يخرب بيته مو برخيص انزين هاي الاوريدي وايد عندنا منهم الحين نقدر ندفع رواتب قريب لحظة بعد على اخر الشهر ندخل في السلم دائرة ها شوفوا والله قام يطلع لنا كميات الكميات تسوى فلوس الكميات تسوى فلوس بس لو اقدر احطي مثلا الشرف المانجمنت خلنا نشوف هل عندنا انفنتوري مانجمنت مثلا هني هذه حيوانات الدنيا انيمال ليست عندي شيء بوسترج بس انتج حليب وانتج هذا وانتج مينر منه ياي ما عندي ممكن انتج بيض هل اقدر اسوي مانجمنت مثلا اخلي في الستوك كميه معينه ما اقدر حلو لو كنت اقدر اخليه 10,000 مثلا وال 10,000 هاي تم شغاله عندي كان بيكون حلو زين خلنا نشوف مباني ثانيه نبدا نطلع فلوس اكثر من مجرد ان تعال تري هاي تروي الجبت زين 3,000 7 يونتس اوكي هاي 7,000 زين الحين اظني من الافضل اني اقعد اسوي انتاج انزين خلنا نشوف شو بعد ممكن يدخلنا فيه مش برودكشن برودكشن كله غالي سوشيال انيمالز ابا كاوشت مو الكاوشت ايه بحطي 1 2 ما بحطي اكثر حلو الحين انا باخذ الجره طيب بقره راس ما عندنا ايش ما عندنا ربس عندنا يبالي وايد اشياء هي اشتري سلك واشتري غذاء اصعب بعد اصعب معناه لازم اشتري اشياء زياده خلنا ناخذ بقر بقر ينتجون ما بعد حليب طومي غير عن حليب خلنا نسوي ستوب البقر يحتاج قراص قراص عندنا لا عندي ما نستعمل قراص ندخل ماركت ناخذ قراص والقراص واستعمله بس للبقر 10,000 3,000 5 اوكي نايس زين شو بعد يبا تيلاج اوت باغ شعير مدري قمح اوت بعد 10,000 ها ما بيكون رخيص 10,000 يونت زين ونبا بيتزا اظني انا ياس العبها اصلا بطريقة خاطئة المفروض انتج وارجع هني هاي 12,000 اذا نحطي هذا وهذا 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 اوكي نايس باي كاو هاي باي كاو اعطي هاي كاكل زين وابا ابني بيت ببني بيت هني عند المستودع يتم راح انثرها في المكان نوعا ما صراحه المزارع
هذا راح يغطي لنا يعني. الحين انتاج جديد. انتاج جديد. جديد. هاير. ابي حيوانات. انيمالز. هذا. انيمالز. اساين. وباي شو. مور. ما اقدر اشتري اكثر. ايش؟ المشكلة اني ما اقدر اشتري. اها اربعة بس يشيل. اربع بقرات كلهم فيهم توماتوت حبه طبعا. خلنا نوظف عن طريق هذا المكان. حسين خير طبيعه حيوانات فلوس هذا بي حسين خير. اشوف واحد بس هذا خبير البساط ونظف. لكن قاعدين يفكرون. يلا اربع بقرات. اربع بقرات زين. الحين هذين بيستهلكون شو بيستهلكون؟ ميزانيات. بس دام اني قاعد اتمدد اظني اوكي انا خلاص اموري طيبة. زين الحين فيلد هارفستد كل شيء هارفستد عندنا هني. ما عندهم اكل. بيبولك اكل. بيبولك اكل. ما عليك. خلنا نشوف شو انتاجهم. ما ادري كلهم سنوبر. هاي الحين شو وير هاوس يتبون ولا شو يسوون؟ هذا مستودع مال المزرعة نفسها. اوكي خلاص اوكي. اذا شو السالفة؟ شوف الصل انا عندي وايد منتجات. هذا قومي والله سعره اليونت غلط ابدا. خلنا نشوف البيض على مرتفع. لحظه سعره بعد ينزل بعد. هذا دخلنا فلوس صراحه. بس هاي للحين ما اشتغلوا. لكن شو بنقدر بعدين ما اشتغل. تو احنا وين كبار الاخوان شغالين من متى؟ من زمان. بعدين انتاج 10% قاعد راح يزيد الحين. لأن قاعدين نسوي كورس. كورس 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 reduce bills 2%. هذا حلو. هنا 2 price of land 10% bills 10% machine durability 10% ما نستعمل machine. هذا شكله بيكون حلو. شكله بيكون وايد حلو لأن الشيء الأساسي يتحكم الأشياء تحته. 100,000 annual agricultural score increase quality quantity harvest by increase access to specialization training. أوكي أوكي هذا كلام كبير. انزين نحن نشوف المنر قاعد يتعبى عنا صح. 24 ساعه قاعد يتعبى. اي هذا عله. هذا انت من بيعه الله شيء نبيع احسن ولا شيء. الحين هاي ينتجون بال100 لتر صح البقر. يعني الحين هاي ينتجون دبل. اوه اربعه هناك ينتجون دبل. بس هذا اغلى ولا يجيب الغنم بيت رازبيري بنبيع وبيض بنبيع. 70,000 70,000. قمنا نشوف انتاجات فيها قوة شوي. هذا بنبيع 12. لم ينزل هذا. لا ينزل حقيقتين من الله. نكتب احسن. هذا معناه في نو تايم قبل اي وقت يعني قبل يعني خلال وقت قصير نقدر الحين نجيب شو اسمه ثاني. والله المشروع البدء مشروع احسه ناجح. بس الملك يبغانا نسوي الحديد. المصنع الاجبان عفوا. زين صبر 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 خلنا. مصنع الاجبان يا مصنع الاجبان انتم شو اخباركم؟ اي اخبار معسل. الحين رادين في وايد موظفين لانه فالبدوع عريس الواحد وخلاص بيروح. بس الحين اللي انا باه
هذا كم ينتج التك بت؟ ما ينتج 100 وشيء، ما لحقت اشوف. ينتج 30، هذا ينتج 100 وشوي، يعني هذا بينتج، يعني الحين هذا انتج 300، هذا انتج 60. انتاج الحليب ضخم عند الابخار، ما معناه هذا كم سعره؟ الحين نازل 10، هذا كم سعره؟ 3، بس هذا ينتج دبل. لا والله بعده هذا يعتبر، هذا قاعد لنا كمية يجيب لي. هذا انتي يعني تم حتى كله عندك زين، هذا لانه قاعد يجيب لي كمية، ففي فرق شوي. بس احس اللي انا مستخفي والمستهين فيه البيض، البيض قاعد يجيب لي مدخول طيب، ما قاعد استغله بشكل صحيح. زين شو اشياء ثانية بيها؟ ها بنبيع بس 50,000. انا احس هذا المشروع الصعب. زين هذا نهاية الفيديو، الفيديو القادم ان شاء الله على الاغلب احط مصنع الحليب، بنشوف فرق المدخول كيف، يمكن يفرق ويانا وايد ان شاء الله. اشوفكم في الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.